في امر صار هاليوم عند بعض المناطق البعيده اللي فيها ناس الشوارع يعني زقاق مجمعينهم يعني هيك صاروا يسبوا اهلنا لانه تيسكتونا. انا يا خي بي زلمه معطل استاذ مدرسي ادمي لا اشتغل قواد بي ولا قواد عند امير بي الله حييك ولا فتح بيته للقوادي بي ولا عير مرته لحدا بي ولا باع ولا باع مرته بي وكتر ما كان ادم يا خي لا مات لا حريق ولا غريق ولا طشن شبع الطريق بدنا نلعن ابوه مين ما كان اللي بقرب عبيتنا وعبيتنا بنلعن ابوه وامه مين ما كان نحن لعنهم اهلنا اوادم اهلنا فقراء اهلنا ما مدوا ايدهم على جيوب الناس اللي بمد ايده على جيوب الناس هو بيكون احط الناس يعطيكم